السلام الله عليكم المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أود أعلمكم المشاهدين وأن في هذا الفيديو عندنا موضوع مهم، يعني راح ياخذ منا وقت طويل، سأضعه في نهاية هذا الفيديو. راح نشارك معكم هذا الموضوع اللي عندي أهمية، وباغي نشوف تعليقاتكم حول هذا الموضوع، وباغي نشوف الآراء نتاعكم حول هذا الموضوع وماذا تعتقدون عنه. سأضعه وسأشاركه معكم يعني في نهاية هذا الفيديو، نظرا لأنه راح يكون فيه كلام كثير. ولكن كبداية سأشارك معكم تنقيط رياض محرز حسب الصحف الإنجليزية وماذا صرحت عن الأداء الذي قدمه رياض محرز، وبين قوسين سأشارك معكم تصريحات بيب غوارديولا بعد المباراة مباشرة. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. رسميا نادي مانشستر سيتي خسر في أول امتحان له هذا الموسم، يعني في الكأس الدار الخيرية أمام نادي ليستر سيتي. فترة البري سيزن أو فترة التحضيرية للموسم الجديد قد انتهت، يعني بنتائج مبهرة، ولكن يعني في المباريات والامتحانات الرسمية ضربة مؤلمة لنادي مانشستر سيتي. وأيضا بيب غوارديولا كان سبب في هذه الخسارة، أقولها لكم من الآخر، لأنه بيب غوارديولا كان عنده رودريجو وأيضا برناردو سيلفا اللي كان قادر يعني يدعم بهم الخط الوسط، نظرا لسوء مستوى ونقص مستوى كل من بالمر وحتى ايضا ايدوزي الذي لعب في الخط الهجومي والجناح الايسر. على العموم الخساره كانت واضحه وكانت متوقعه بشكل كبير جدا، لانه مباراه قويه وبيب غوارديولا اشرك تشكيله مختلطه بين لاعبي الفريق الاول زائد لاعبي الاكاديميه. ناهيك على ذلك، يعني كانوا لاعبين نادي مانشستر سيتي ما قدمولناش المستوى المعهود، يعني رياض محرز اضاع العديد من الفرص، كان خارج يومه بطبيعه الحال. ولكن اود ان اقدم رساله صراحه لبعض التعليقات التي وجدتها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الرسائل اللي وصلتني بعد المباراه مباشره. قالوا لي بلي انه رياض محرز فاشل، رياض محرز يعني مستواه صفري، ورياض محرز يعني ليس ولا يقارن مع جاك جريليش، فجاك جريليش بعيد عليه يعني بسنوات ضوئيه. نبغيكم انتم صراحه تقولوا لنا في صندوق التعليقات ارائكم وتردوا على هاد المنتقدين. يعني رياض محرز كي كان في دوري ابطال اوروبا يسجل على يعني باريس سان جيرمان ذهابا وايابا، الكل كان رياض محرز رياض محرز، ولكن مباراه واحده زي مشاهدين يعني ما قدمش مستوى كبير، رياض محرز فاشل. على جماهير المصلحه هذه، يعني انا نعرف الجماهير تقف مع اللاعب كي يكون يعني في مستوى غير جيد، ورانا عارفين بلي انه رياض محرز كي ما قدمش هذا النهار مستوى جيد، الاسبوع الماضي راح ينفجر بطبيعه الحال فوق ارضيه الميدان، راكم عارفين رياض محرز. على العموم اطلنا كثيرا في بدايه هذا الفيديو. على العموم عدت الصحيفه الاولى 90 مينت صرحت قائله واعطته 6 من 10، قائله كان بامكانه وربما كان ينبغي ان يكون افضل حالا بعد تخطيه في المرمى، لم يكن لديه السرعه او رباطه الجأش للانهاء. يعني انتقدت رياض محرز يعني في تلك الهجمة المرتدة وذلك الانفراد مع حارس المرمى في الشاشة الظاهرة أمامكم يعني في هذه الصورة. تعليق المعلم من مانشستر ايفنينغ نيوز اعطته 6 من 10، صرحت قائلة يعني كانت عنده تسديدتين مقطعتان بشدة، ولقد نفدت قوته عندما ارسله بالمر يركض بعيدا عندما انفرد امامكم زي المشاهدين في هذه اللقطة الظاهرة امامكم، اعطته 6 من 10. على العموم عدنا الجريدة الموالية سيتي اكسترا صرحت قائلة كان هنالك يعني كما نقول زي المشاهدين صراخ كبير من جماهير ليستر سيتي على رياض محرز، على الرغم من ان في دوره المحوري في فوزه بالدوري الانجليزي ممتاز يعني سنة 2016، لكن بدأ مدفوعا بالاستقبال وقائلين تسبب رياض محرز في إزعاجه لنفسه في الجناح الأيمن طوال المباراة، وكثيرا ما كان يرتكب أخطاء من دفاع الثعالب. في وقت مبكر من الشوط الثاني سدد الجزائري ركلة حرة وأيضا يعني فقد لواحدة، لكنه لعب بشكل عام بشكل جيد. تعليق اعطته 7 من 10 اعزائي المشاهدين للمعلومه. تعليق الموالي يعني من جريده اخرى اعطته 6 من 10، يعني رياض محرز هي 6 يا 7 من 10، قائله عليه باللي انه كان محرز دائما على استعداد للتسديد على المرمى لكنه لم يكن سريعا امام مرمى الثعالب. يعني اليوم السرعه يعني لرياض محرز لعبت دور كبير. رياض محرز ليس بسريع، رياض محرز قلت لكم في العديد من الفيديوهات السابقة يحب يلعب بذكاء أكثر من أن يبذل جهد كبير فوق أرضية الميدان. ما نتكلموش عن دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا كان إنسان آخر ولاعب آخر بطبيعة الحال، ولكن بعد هذه العطلة رياض محرز راح يلعب كما نقول زي المشاهدين في هذه الفترة التحضيرية وهذه المباراة أمام ليستر سيتي بعقله أكثر من يعني المجهود البدني الكبير. يعني مرات يسجل بطريقة تحس أنها سهلة جدا، ولكن رياض محرز يخدم كما قلنا بالذكاء بشكل كبير جدا ولا يحب يعني ان يبذل جهد كبير. طبعا تعليق الموالي 6 من 10 من هذه الجريده قائله لاعب ليس كالمعتاد، يعني كان خارج عن يومه بطبيعه الحال، في هذه المباراه يبدو اقل طاقه وتركيز يعني بطبيعه الحال ما كانش مركز ويعني ما قدمش مستوى جيد.
من حقهم. انا ايضا قلت لكم بان رياض محرز ما قدمش المستوى الجيد، بينما بيب غوارديولا اوضح يعني سبب اشتراكه لجاك جريليتش. يعني جاك جريليتش انتقدته بعض المواقع الالكترونيه والى اخره، قائلا بلي انه هذا اللاعب ليس مستعدا للبدء على الاطلاق، لقد تدرب بمفرده لمده اسبوع فقط، ولكنه سيسافر معنا غدا للتاقلم على اجواء الفريق، سيكون على مقاعد بدلاء، بعد ذلك سنرى ماذا سيحدث، لن يشارك اساسيا مباشره. هذا هو التعليق حسب بيب غوارديولا بطبيعة الحال. وعدنا التعليق الموالي من بيب غوارديولا عن مستوى اللاعبين وعن مستوى الفريق، صرح قائلا يعني كنت أتمنى أن نفوز في هذه المواجهة، تهانينا لليستر سيتي على الفوز، كان أداؤنا جيد حقا خاصة في هذه المرحلة من الموسم، والطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني كانت جيدة جدا، لقد لعبت المباراة بشكل جيد، لعبنا المباراة بشكل جيد، أتيحت لهم الفرص وأتيحت لنا الفرص وكنا جيدين للغاية. طبيعة الحال أنا ما نظنش بلي أن نادي مانشستر سيتي كان جيد، كان أضاع العديد من الفرص حسب تعليقي وحسب رأيي الشخصي، قائلا يعني شجاعة الشابين إيدوزي وكول بالمر والسيطرة التي كانت لدينا لم يكن لديهم سوى كرات طويلة في الشوط الثاني، إنهم لاعبون مهمون ما أحب فيهم يعني كان يعني استثنائيا طوال المباراة يعني كول بالمر، لكن عندما فقدوا كرة واحدة حاولوا وحاولوا مرة أخرى. في الشوط الأول فاز بيريرا بالمواجهة الفردية مع إيدوزي لأنه لاعب كبير، لكن في الشوط الثاني كان إيدوزي أفضل، كلاهما يحب المراوغة، كلاهما كان استثنائيين على منصة كبيرة في ويمبلي، لقد كان رائعين وأشاد بهم كثيرا، وقال نعلم أننا لن نكون في أفضل حالاتنا، سيكون لاعبون يعني أفضل يوم الأحد المقبل في فترة يعني التوقف الدولي وإلى آخره. ويعني صرح بتصريحات كثيرة جدا وقائلا أنا فخور باللاعبين الذين قدموا مستوى كبير في هذه المباراة. أعطونا رأيكم، مباراة كانت جيدة لمانشستر سيتي أم سي؟ أنا بالنسبة لي لم تكن جيدة. والآن نمر إلى يعني الموضوع اللي باغي نشرحه واللي باغي أنتم كل عندكم رأي في صندوق التعليقات ونناقشوا هذا الموضوع سوية. رياض محرز بعد المباراة وبعد خسارة يعني كأس درع الخيرية، بيب غوارديولا ذهب إليه مسرعا، وأيضا كان هنالك كلام ممكن أنه كان حاد، ممكن أنها كانت تعليمات، الله أعلم، ولكن حسب يعني آراء الجماهير يعني قائلين كلهم كان هذا المدرب يوبخ رياض محرز، لأنه رياض محرز يعني انفرد مع الحارس وضيع، وكانت عنده العديد من التسديدات نحو المرمى ضائعة، وأيضا اقترف العديد من الأخطاء من بينها العديد من يعني التسللات. فكما تشاهدون في هذه الصورة الظاهرة أمامكم، رياض محرز وبيب غوارديولا يعني نقاش بينهما، يعني وتحس باللي انه بيب غوارديولا يعاتب في رياض محرز كما تشاهدون في هذه الصور الظاهره امامكم، يعاتب فيه، يعطيه تعليمات، لانه حسب ما رايت في مواقع التواصل الاجتماعي قائلين باللي انه يعاتب فيه لانه لا يمرر الكره، وكما تشاهدون هذه اللقطه وكانه يقول لازم تلعب بعقلك اكثر، وايضا اعتقد باللي ان هذه المحادثه عن سبب هذه اللقطه لرياض محرز عندما اضاع الكره امام المرمى، والله اعلم. تبقى هذه فقط تكهنات، ولكن انتم قولوا لنا رايكم في صندوق التعليقات، حتى انتم اعطونا رايكم. ولكن في نفس السياق اعزائي المشاهدين، يعني كانت هنالك صور جميله مع بيب غوارديولا ورياض محرز عندما يعني وضع يده على كتف رياض محرز هنا كما تشاهدون، وهنا يطبل فوق رياض محرز، يعني صراحه ممكن انه عتاب، وبعد العتاب يعني كان هنالك عناق بين المدرب ولاعبه رياض محرز. فانتم اعطونا رايكم على العموم في صندوق التعليقات، بغيت نشوف تعليقاتكم حول هذا الموضوع. ولكن الجماهير الإنجليزية يعني بدأت تقول باللي أنه بيب غوارديولا كان يقول باللي رياض محرز يعني كيفاش عندك هذه السرعة البطيئة، يعني لماذا أنت لست مسرعا؟ وطبعا تعليق الموالي صرح قائلا يقول بيب غوارديولا لرياض محرز يجب عليك أن تمرر كثيرا لزملائك، وتعليقات أخرى مشابهة وكأنهم هو الذي كلف نادي مانشستر سيتي الخسارة في هذا اللقاء. فكان هذا فيديو اليوم، أتوق لرؤية تعليقاتكم في صندوق التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.